سعادتنا بالغة بأن تكون أولى كلماتنا في هذا اليوم. هي كل عام وأنتم بخير في هذا اليوم ذي الدروس في التضحية لكل إنسان ظهر على وجه البسيطة. مرة أخرى كل عام وحضراتكم بألف خير. اليوم الجمعة هو العاشر من ذي الحجة من عام 1441. اليوم هو 31 من الشهر السابع من عام 2020. كما اعتدنا في إطلالتنا في ليلة جديدة من ليلة القاهرة أن نبدأها بهذه الجولة الإخبارية في ربوع مصر. قبل الذهاب إليها نذكر بأننا سنتوقف أمام وقفتين حواريتين. الأولى سنتحدث فيها عن الحديث المعتاد في مثل هذه الأيام من كل عام حول طقوس ذبح الأضاحي، ما بين الموروث الديني والعادات الدخيلة على هذا الأمر، ما بين الاثنين؟ هذا هو سؤالنا. وسنتوقف في وقفة حوارية أخرى نتحدث فيها عن السياحة الداخلية، نسبة الإشغال حسب الإعلان من وزارة السياحة التي ارتفعت على الأقل في المدن الساحلية في الفترة ما قبل عيد الأضحى وفي فترة الإجازات في عيد الأضحى. هذه الوقفات الحوارية سنفرد لها المساحة الكافية للوقوف على بعض من تفاصيلها في زواياها الجديدة من وجهة نظرنا. أهلا بكم، نبدأ إلى هذه الجولة. هنأ رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي شعب مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفي تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس الجمهورية: يطيب لي أن أتقدم لشعب مصر العظيم وللأمة العربية والإسلامية بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الغالية وعلى كل أوطان العرب والمسلمين باليمن والعزة، داعيا المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يشملنا برعايته وعنايته وأن ينعم علينا بالخير والبركة. أجرى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا سيادته لأخيه الملك سلمان أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية وللمملكة ولشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء والاستقرار. من جانبه أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص الامتنان والتقدير لرئيس الجمهورية على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والازدهار والتقدم. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد هنأ في وقت سابق المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على التنظيم الدقيق والتنظيم الناجح لشعيرة الحج هذا العام التي واكبت ظروفا استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي عكس مدى قدرة المملكة ومدى خبرتها الواسعة ومدى حرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية ولتمكين المسلمين بأداء مناسك فريضة الحج بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن إضافة إلى العناية بهم. من الرياض، الأستاذ عبد الرحيم الملحم الكاتب والمحلل السياسي السعودي. عبد الرحمن أهلا بك سيد الفاضل، كل عام وأنت بخير. أستاذ عبد الرحمن، أستاذ عبد الرحمن أنت معي الآن على الهواء مباشرة، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. عظيم، إلى أن يستتب هذا الاتصال الهاتفي نستكمل معكم هذه القراءة الإخبارية إلى أن نعود إلى اتصال الرياض. في كلمة بمناسبة عيد الأضحى ألقاها وزير الإعلام السعودي المكلف وهو الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أكد فيها أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أكد أن إقامة شعيرة الحج هذا العام في ظل وباء كورونا وإن اقتضت تقليص أعداد حجاج بيت الله الحرام إلا أنها أوجبت على الأجهزة الرسمية السعودية المختلفة جهودا مضاعفة. ومع التفشي الواسع للجائحة وتأكيد خطورتها على البشر، فقد اقتصر الحج هذا العام على عدد محدود جدا من جنسيات متعددة تأكيدا على إقامة الشعيرة رغم صعوبة الظروف وحفاظا على أقصى معدلات الأمان والسلامة الممكنة لحجاج بيت الله الحرام.
ليؤدوا مناسكهم في أجواء روحانية ضمن إجراءات تكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وتوفر سبل راحتهم من قبل الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج ووقايتهم، وتطبق وسائل سلامتهم حماية لضيوف الرحمن من مخاطر الوباء وآثاره. ونقدر الثقة العالية من إخواننا المسلمين بما اتخذناه من إجراءات بهذا الخصوص. وصل الاتصال الهاتفي من العاصمة السعودية الرياض. معنا الآن الأستاذ عبد الرحمن الملحم، الكاتب والمحلل السياسي السعودي من العاصمة السعودية الرياض. أستاذ عبد الرحمن، بعد التحية وكل عام وأنت بخير، صف لنا الأجواء، صف لنا هذا الظرف الاستثنائي الذي أجريت فيه مراسم الحج هذا العام. إلى أي مدى كنتم تتابعون هذه الإجراءات الاستثنائية؟ كيف رأيتموها وكيف رصدتم نقاط النجاح في هذا التنظيم؟ أسعد الله مساكم كل خير، وكل سنة وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حقيقة يعني الإجراءات التي اتخذت هذه السنة إجراءات احترازية كبيرة، ولكن حققت نجاح كبير جدا ونجاح ملموس، بحيث استطاعت السلطنة السعودية من تنظيم موسم الحج هذه السنة. وكما تعلمون هذه السنة ساحت العالم بما فيها المملكة العربية السعودية من جراء الكورونا، ولكن ومع ذلك فقد تم تنظيم حج هذا العام بتنظيم كامل جدا، متتبعين في الإجراءات الوقائية والاحترازية، كل ما من شأنه عدم الإضرار بالحجاج وسلامتهم. حقيقة إجراءات كانت يعني من جميع الجهات، وزارة الداخلية والصحة والبلديات وجميع مرافق الدولة سخرت كلها لخدمة حجاج بيت الله الحرام. طيب فيما يتعلق بعملية التنظيم هذا العام، الأعداد قليلة، تقريبا 10,000 حاج عن الأعداد التي كانت تتخطى الملايين في الأعوام السابقة. أين تكمن الصعوبة في هذا التنظيم على الرغم من انخفاض الأعداد؟ ما هي الصورة الأصح في سؤالي، الصورة التي كانت ترغب المملكة العربية السعودية في أن تصدرها لمن اعتاد المشاهدة التلفزيونية ولم يكتب إليه هذه الزيارة؟ سيد الكريم، أنتم تعلمون جيدا والكل يعلم أن مواسم الحج المملكة العربية السعودية كانت من أعظم المواسم الناجحة. المملكة العربية السعودية تبذل جهود جبارة وجهود كبيرة جدا جدا في خدمة حجاج بيت الله الحرام. لا يمكن أن يصف البشري ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد تأتينا في الملايين. هذه الملايين تحتاج إلى خدمات متواصلة، خدمات طبية، خدمات ميدانية، خدمات في كل مكان. ومع ذلك المملكة العربية السعودية تحقق نجاحات كبيرة جدا جدا في كل عام من جراء هذه الأعداد والمجراء الأعداد التي تأتي من كل فج عميق. هذه السنة وكما تعلمون أن السنة هذه يعني ساحة هذا المرض في دول العالم، ولكن المملكة العربية السعودية نجحت نجاح ظاهر. حتى ولو يعني لا نتكلم عن عدد سواء كان 10,000 أو 20 أو غيره، لكن نتكلم عن إجراءات كبيرة جدا اتخذت، إجراءات كبيرة يعني نجحت نجاح ظاهر في جعل الحجاج يؤدون مناسك حجهم هذه السنة بسهولة مع الاحترازات الوقائية التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن. أتمنى بالطبع التوفيق الدائم للمملكة العربية السعودية وأنتم خدام بيت الله الحرام، هذا اللفظ الذي لم يمنحه الله سوى لكم. أتمنى لكم دوما التوفيق في توفير كل الظروف المناسبة لاستدامة إقامة هذه الشعائر بإذن الله. شكرا لك من المملكة العربية السعودية من العاصمة الرياض، الأستاذ عبد الرحمن الملحم، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كان معنا من هناك. نستمر معكم مشاهدي الكرام في رصد كل جوانب شعائر الحج هذا العام التي أدى فيها الحجاج لهذا العام
أدوا أعمال يوم النحر وأول أيام عيد الأضحى، حيث تم رمي الحجاج لجمرة العقبة الكبرى بعد يوم من الوقوف بعرفة وهو الركن الأعظم للحج، واستمر رمي العقبة أو عفوا رمي جمرة العقبة مع طلوع شمس اليوم الأول من أيام عيد الأضحى إلى ساعة زوالها. وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع، شرع ضيوف الرحمن في رمي جمرة العقبة الكبرى بعد اكتمال وصولهم إلى مشعر منى، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في المزدلفة، ليعقب ذلك أداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية. رمي جمرة العقبة الكبرى استمر من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى إلى ساعة الزوال، ويبقى الحجاج في مشعر منى خلال أيام التشريق الثلاث ويكملون رمي الجمرة الثلاث. وينعم الحجيج خلال وجودهم في مشعر منى بجميع الخدمات التي يحتاجها الحاج التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث قدمت سلطات الحج السعودية للحجاج حصوات مغلفة ومعقمة لحمايتهم من فيروس كورونا وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وفي مثل هذا اليوم من كل عام يؤدي الحجاج أغلب مناسك الحج، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي ونحر الهدي لمن عليه هدي من الحجاج. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية أعلنت نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مشعر المزدلفة وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث شهدت أروقة المشعر الحرام انسيابية دخول وخروج الحجاج وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والخضوع والإنابة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة. أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية عن 770 نزيلا ممن يستحقون العفو عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. إنها فرحة مزدوجة بالنسبة لهؤلاء النزلاء، فرحة عيد الأضحى وفرحة الإفراج عنهم بالعفو تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 411 لعام 2020 بمناسبة عيد الأضحى المبارك. من استوفوا شروط العفو واستحقوا الإفراج وفقا لما انتهت إليه لجان الإفراج بقطاع السجون بلغ عددهم 770 نزيلا، ليبلغ إجمالي من تم الإفراج عنهم بالعفو الرئاسي والشرطي خلال الفترة من العاشر من مارس 2020 حتى الآن 19,615 نزيلا. كنتش متوقع العفو ده، كنا متابعين على التلفزيون العفو 23/7، فالحمد لله ربنا ما أردش، فربنا أرد اللي جيلنا في عفو 3 عيد الأضحى المبارك. الإفراج عن هؤلاء وغيرهم يأتي استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع ليعودوا نافعين له ولأنفسهم. استفدت يعني أشياء كتير جدا بمناسبة أني أنا طالب جامعي وكنت قاعد في عنبر الطلبة داخل السجون، وفروا لي اللي أنا أستكمل وقت للمذاكرة لاستكمال تعليمي. يعني حضرتك شعور يعني بصراحة نحمد ربنا، ما كنتش متوقعها بصراحة، يعني تعلمت الحمد لله في المشغل وكده، يعني تعلمت حاجة حلوة، وإن شاء الله لما ربنا يكتبعنا ونخرج بإذن الله هفتح إن شاء الله أجيب مشروع بسيط كده بمكنة واشتغل عليه. الفرحة كبيرة، لقد قضى كل هؤلاء فترات متباينة تنفيذا لعقوبات، ودموع الندم تتساقط على ما ضاع من عمر داخل السجون، لذا كان الإصرار من المفرج عنهم على سلك الطريق القويم بعد التأهيل والإصلاح. فرحت جدا إن أنا عايد وسط أهلي العيد دوت، وبجد شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي. العفو ده فرصة، ومن المكان دوت أنا بحب أشكر الفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو شملنا بالعفو دوت عشان نقدر
عيد الأضحى المبارك في وسط أولادنا وعيادنا وقد تحيا مصر. هي اللحظة المنتظرة دائما عقب قرار الإفراج، الخروج بعيدا عن أسوار السجون واستقبال بحفاوة من ذوي المفرج عنهم لأبنائهم الذين عادوا لأحضانهم من جديد. الإفراج بالعفو تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية في المناسبات المختلفة هي فرصة للمفرج عنهم ليبدأوا حياة جديدة في مجتمعهم يكون فيها أعضاء صالحين لأنفسهم وللمجتمع. عبد البركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم ذبح 6000 أضحية مجانا للمواطنين بالمجازر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذكر تقرير من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن إجمالي المذبوحات البالغ حوالي 6000 رأس ماشية تنوع ما بين الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الأول، تلتها محافظة القاهرة، ثم سوهاج في صعيد مصر، الجيزة وكفر الشيخ. وأضاف التقرير أن الذبح استمر حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي يتجاوز عددها حوالي 400 مجزر على مستوى الجمهورية، تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين. سينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور أيمن عادل، وهو مدير الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. دكتور أيمن، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل عام ونحن بخير وبلدنا في أمن واستقرار ونماء. اللهم أمين. فيما يتعلق ب 400 مجزر على مستوى الجمهورية تقدم خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي بالمجان، هل رصدتم وهو موجود بالفعل الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك؟ طبعا احنا السنة دي حضرتك في طفرة في اعداد الاضحيات اللي راحت المجازر النهاردة، اللي هي تجاوزت اعداد 6000 رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، ودي الاعداد دي لغاية الساعة 2 ظهرا. يعني في اعداد تانية استمرت لغاية ما انتهى العمل بالمجازر. وكان راجع ذلك الى اهتمام معالي وزير الزراعه واصلاح الاراضي على تنفيذ توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بانه لا تهاون فيما يتعلق بصحه وسلامه المواطن المصري، والذي تبدا بسلامه الغذاء وخاصه ذات الاصل الحيواني. طبعا احنا اهتمينا جدا ان احنا ندفع الناس انها تروح المجازر عن طريق وسائل الاعلام، عن طريق حث الساده المحافظين بفرض غرامات شديده على الذبح خارج المجازر في الشوارع. طبعا السنه دي في ناس كثيره خافت تذبح في الشوارع، ذهبت الى المجازر، حتى الجزارين اللي هم كانوا متفقين مع اصحاب الاضاحي انهم يذبحوها امام محل الجزاره ذهبوا الى المجازر. الغرامات وصلت في اسكندريه الى 45,000 جنيه وإغلاق المحل 60 يوم. ده قرار من سيد المحافظ محافظة إسكندرية. كل ده يعني السنة دي طفرة لم تحدث من قبل، وإن شاء الله السنين الجاية نقدر نمنع تماما أو بفضل إقناع الناس إنها تذهب إلى المجازر. إحنا عندنا 464 مجزر. هو حضراتكم هنا يعني حضراتكم هنا بتواجهوا عادات سلوكية أكتر منها إجراءات مرتبطة بالأمن والسلامة. هل رصدتم وده موجود بقطر على الرغم من كل الغرامات أو كل الترويح بالغرامات، ما زالت محلات موجودة، ما زالت شوارع بتتقفل أمام تجمعات للجزارين، إزاي أنتوا واجهتوا ده وهتستمروا عليه إزاي؟ يعني إزاي هتستمر الحملات دي علشان ترصد المخالفين وهم كتير؟ حضرتك بالنسبة لرصد المخالفين اللي هم بيلوثوا الشوارع والبيئة، ده دور رئيسي للأجهزة المحلية في المحافظات. في محافظات كتيرة النهاردة أعلنت عن ضبط المخالفين في الشوارع. وطبعا احنا عندنا الذبح منتشر، يعني المدن السيطرة فيها يعني أصبحت شبه كاملة. إنما برضو في ذبح في أنحاء القرى، العادات والتقاليد اللي شاتك قلتها داخل المنازل. احنا بنحاول نوصل للناس ان انت بتقدم هدية لربنا سبحانه وتعالى، فلازم يتوفر فيها حاجتين،
الرأفة بالحيوان، وهذا لا يتوفر في الذبح في الشوارع. نمرة 2 ان انت تقدم لحوم صحية صالحة للاستهلاك الادمي، وهذا برضو ايضا لا يتوفر في ان انت تذبح الحيوان في الشارع وما يكشفش عليه طبيب ذبح. تسمح لي اضيف امر ثالث وحضرتك تاكد اذا كان ده صحيح ولا لا. الاصل في تقديم الاضحيه هو انك بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ففي المقابل انت تلوث الشارع، في المقابل انت تعطل حركه المرور، في المقابل انت ترتكب مخالفات. يعني انت بتعمل الامر ونقيضه، تقدم الاضحيه في محاوله للتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وفي المقابل انت تمارس كل ما يعطل حركه المواطنين، حركه الشارع، ترويث الشارع، وممارسات اخرى اعتدنا على سماعها. بتتفق معايا ولا يعني شايف ان الموضوع مبالغ فيه؟ سيادتك زي ما انت قلت، اول حاجه ان هو بيعذب الحيوان ودي فيها مخالفه صريحه للشريعه الاسلاميه. نمره 2 ان هو بيلوث البيئه بمخلفاته ويضر الناس الاخرين اللي هم ما لهمش علاقه بالاضحيه بتاعتهم. نمره 3 ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، انه بيقدم له لحمه وبيأكل منها الناس الفقراء او اقربه او هو، وهو غير متأكد بصلاحيتها. نمرة 4 ودي مهمة جدا، انه هو بيخالف القانون. القانون اللي هو في الدولة بيخالف. فكل هذه المخالفات يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني الأضحية دي انا مش عارف الموقف بتاعها من الناحية الدينية هيبقى ايه. تمام يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور ايمن عادل، وانت مدير الاداره العامه للتفتيش على اللحوم بالهيئه العامه للخدمه البيطريه. احنا خدمتنا في هذا الاطار مشاهدي الكرام مش بس التهنئه بالعيد او محاوله رصد العادات، احنا كمان بنحاول ان احنا نبدا في محاوله مواجهه العاده السلبيه اللي بترتبط دايما بعاده ايجابيه اللي اعتدنا عليها، ودايما مواجهه العاده اذا كانت متاصله فينا بيحتاج قدر من الوقت. احنا بدينا ونتمنى ان حضراتكم زي ما احنا بنتكلم على القانون وبنتكلم على ضبط المخالفين وبنتكلم على ضبط الايقاع في بعض المحافظات، حضراتكم ايضا لامسين انه في بعض المخالفات، لانه ده نتيجه لتاصيل سلوك سلبي داخل الشارع، واحنا بنسعى مع حضراتكم من خلال هذه التنويهات ومن خلال هذه التغطيه ان احنا نبدا في دق النقوص، عل وعسى انها تكون عادات ايجابيه في المراحل القادمه. كل عام وحضراتكم بخير. احنا هنتوقف امام موضوعنا الحواري الاول الحديث عن السياحه الداخلية. احنا هنتكلم على شقين، الشق الإيجابي حركة السياحة قدرتها على تعويض بشكل أو بآخر حركة السياحة الخارجية، والبعض أنه بيعتبر أنه حركة السياحة الداخلية في ذاتها هي رافض من روافض حركة السياحة وتنشيط هذا القطاع. هنتكلم على بعض السلبيات في هذا الإطار، زي ما بنتكلم أنه حركة السياحة الداخلية رصدت بعض التقدم والارتفاع المرتبط بالإشغالات الفندقية، ولكن هنتكلم على لستة طويلة جدا من المخالفات اللي ترتكبها السياحة الداخلية في المنشآت السياحية في المحافظات السياحية والساحلية وغيرها. ده ملتقانا بعد قليل، أرجو أن تبقوا معنا.